بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نشكر حضوركم هذه المحاضرة المخصصة لإطلاعكم كسادة تدريسيين في كلية الهندسة جامعة الكوفة على أهم النتائج اللي حصلنا عليها أو حصلت ضمن برنامج الممول من قبل منظمة آيركس للانتقال، عليكم السلام دكتور، للانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المبني على نواتج التعلم. طبعا البرنامج يعني ما اعرف قسم يجوز شاركوا به، قسم عندهم فكره بسيطه، قسم عندهم فكره اكثر، او قسم ما عندهم فكره نهائيا. في هذا الحط في المقدمه سريعه عن البرنامج، ومن ثم اتكلم عن نتائج البرنامج. اول سؤال يتبادر للذهن هو ليش outcomes based education؟ يعني ليش احنا نختار هذا البرنامج الحقيقه، وكان هناك يعني طرح من قبل المنظمه الى برامج تطويريه مختلفه. برأيي يعني بعد تجربة الحقة اللي من خلال الاطلاع وأيضا اطلاع الجامعات العالمية الأخرى، إنه أهم ميزات هذا البرنامج ثلاث أمور. الأول إنه قابل للقياس، يعني أنت كل شيء راح تسويه تقدر تقيمه وتقدر تقومه. إذا إحنا أمام شغلتين، التقييم والتقويم. التقييم إنه أنت تجمع تسوي اختبار ومن ثم تجمع نتائج الاختبار. التقويم إنه هاي النتائج راح تجي تبني عليها قراراتك الإصلاحية التغييرية إلى آخره. فهو إذن قابل للقياس، كيف؟ مثل ما راح نشوف. الثاني وهو ميزة أيضا ممتازة، إنه يأخذ برأي الشركاء. يعني العملية التعليمية التقليدية بصراحة أن تقاد بشكل مركزي، يعني تقاد من قبل مثلا الوزارة، رئاسة الجامعة، العمادة، وهكذا نشوف سلطة اتخاذ القرار. كل ما المستوى يعني ننزل الى مستوى، انا كلمه ننزل هي مو مناسبه اكيد، وان الفلسفه الحديثه هي الان شراكه، بل بالعكس اصبح الان التعليم مبني على الطالب، الطالب هو المحور الرئيسي للتعليم الحديث. لكنه خلص تعمل هذه الكلمه ب يعني خلينا نقول تعبير اداري، انه مستوى القرار يضعف المشاركه به كل ما ننزل الى مستوى مثلا الطالب او المتلقي للمعلومات. فهنا ستيك هولدرز بالضبط هذا المصطلح، الشركاء او اصحاب المصالح راح يؤخذ رايهم كلهم بالقرار. ونيجي الميزه الثالثه اللي هي من اهم الميزات بصراحه، ان هذا النظام هو عباره عن نظام للتحسين المستمر، لانه راح نشوف في داخله انه ليس فقط قلنا تقييم وتقويم، انما اكو فد اليه اللي راح تطلع لنا مجموعه من الاجراءات راح نقدر نخليها تستمر بشكل سايكل لا تتوقف، ونضمن انه التحسين المستمر. زين، احنا ليش نقيس الان التعليم؟ ليش ما نخلي التعليم حر؟ بما انه التعليم هو مرتبط بالفكر، والفكر المفروض يكون حر حتى يحصل ابداع. هذا الان هذه اللهجه او العباره اني استعملها متعمد للمعارضين لهذا الاسلوب. ترى مو كل الان المعنيين بالتعليم العالي هم موافقين لهذا الاسلوب. وبالخصوص في الدراسات الإنسانية مثلا أو الفلسفة أو علم النفس أو هكذا طبيعة من الدراسات، يقول لك أنت تريد تقولب التعليم. أهلا تفضل، عليكم السلام. هذه قولبة للتعليم. المدافعين عن هذا الأسلوب شو يقولون؟ يقولون لا، إحنا علوم تطبيقية، إحنا قاعد نخرج ناس مهنيين يمتلكون كفاءات، يمتلكون مؤهلات. الآن كل شركة عندما تصنع أي منتوج هناك تقييم وتقويم دائما لهذا المنتوج والى رضا الزبون. احنا ايضا قاعد نصنع مهندسين، وايضا عندنا زبائن ياخذون دول المهندسين اللي هم اصحاب الشركات واصحاب مثلا المصانع واصحاب المشاريع، ونحتاج باستمرار رضا الزبون ونسمع من عندهم. فهذا امر مهم. لهذا الحقيقه خليني هنا اذكر لكم هذا المصطلح وهو الجلوبال انجينير. هذا مصطلح ليس حديث، يعني صار لفتره، انه المهندس عندما يتخرج في اي جامعه بالعالم هو لن يعمل فقط في بلده، لن يعمل فقط في بيئه محدده، انما هو، عليكم السلام، انما جلوبال انجينير. لهذا صار فد مؤسسه ايضا بالثمانينات من القرن الماضي اسمها الحلف العالمي الهندسي، انترناشونال انجينيرنج الاينس. هذا الحلف الهندسي العالمي كان كل همه انه شلون يسوي كومبتنسيز اسمها، اللي هي مؤهلات، كفاءات او كفايات، كفاءات المهندس. كفاءات سوت اتفاقيه اسمها اتفاقيه واشنطن سنه 89، بدات توقعت عليها دول متقدمه طبعا بالبدايه مثل امريكا، نيوزيلندا، كندا الى اخره، ولكن بدات دول العالم الاخرى تسارع الى الانضمام الى هذه الاتفاقيه. مؤخرا مثلا داخل باللسته تركيا، بيرو، سريلانكا. اذا معناها هذا الامر يجب ان ما يكون بعيد عن العراق. شنو هي الاتفاقيه؟ انه احنا الدول الموقعون
على هذه الموقعين على هذه الاتفاقية كلنا نوافق على أن يكون هذه المؤهلات يمتلكها المهندس المتخرج من التعليم العالي أو مدارس الهندسة في هذه البلدان. زين شلون نتأكد أنه نفسها إذا ما أول شيء نعرفها شنو هي هاي الكفاءات، شنو هي هاي المؤهلات للمهندس؟ لهذا إحنا أمام مصطلح مهم اللي هو الكومبيتنس أو الأوتكم. الأوتكم بالعربي مخرجات نواتج، يعني هو إلها خلينا نقول مفردات، يجوز ما أقدر أقول مفردة اللي عليها إجماع، لكن هي بالنتيجة إذا أصفها وصف وهي المؤهلات. المهندس يحتاج 3 مؤهلات في العمل، يحتاج النولج المعرفة، ويحتاج السكيلز المهارات، ويحتاج أتيتيود، وهذا أيضا أتيتيود أمر جديد في التعليم. أتيتيود يمكن تكلمنا قبل قليل لبعض الأساتذة بشكل جانبي هو التبني. التبني شنو؟ أن المهندس ليس فقط يتخرج وهو متعلم مهنة اسمها الهندسة، لكن هو يتبنى مفهوم أخلاقي أو مسؤولية أخلاقية اسمها الهندسة. يعني مع المهنة أكو شنو أيضا؟ مسؤولية أخلاقية. هاي المسؤولية الأخلاقية تحتم عليه أن يعمل بالهندسة كعنصر خير في الكوكب، كما قال في أحد الكتب الحقيقة يتكلم عن التعليم الهندسي كتاب أمريكي، إنه في الجملة جدا خطيرة، يقول إنه هذا المهندس في القرن 21 لو راح يحرق للكوكب مال الأرض لو يبني. ليش؟ لأن هذا السباق المحموم الآن في التكنولوجيا وفي الصناعة والكذا، إذا ما يكون محكوم بهذه الأخلاق بهذه الفاليوز فممكن يدمر الكوكب. لهذا مثلا أنا أذكر مثال يعني قريب من اختصاصي، عذروني إذا راح أذكر أمثلة على الهندسة المدنية أكثر من غيرها من الأقسام، باعتبار هذا يعني قريب إلى ذهني. مثلا الـ ASCE جمعية الهندسية للمهندسين الأمريكيين، الآن الفيجن مالتها للمهندس مال 2025 أو 2020 أنه يجب أن يحمل أتيتيود. بعد خلاص لازم، زين شلون يحمل أتيتيود؟ إذا ما نرجع إلى شنو؟ الكورسات اللي ندرس هي، لأن إحنا مسؤولين قلنا عن صناعة المهندس. لهذا هذا راح يجي شلون يحصل عن knowledge والskills والattitude بالeducation والtraining والexperience. يعني 3 شغلات 3 وسائل كنا نسويها في كليات الهندسة حتى المهندس يتخرج بهذه الكفاءات اللي راح نعرفها أو يعني تعرفها خلينا نقول الدول اللي تتوقع على اتفاقية واشنطن. هذا الشيء حتى يتحقق قلنا لابد من نظام اسمه Outcomes Based Education، التعليم المبني على نواتج التعلم أو مخرجات التعلم. هنا هذا البرنامج بيه 3 مستويات، اللي اشترك العام يعرف هذا زين، انه اكو مستوى الكورسات يعني مستوى التدريس، وهو تقريبا هذا المستوى الأهم. ليش؟ لأنه مستوى الذي يتعلق بكل الأساتذة، بل مستوى الذي يتعلق بكل لكتشر سواء كانت نظرية أو عملية، وقد يكون حتى Out of Class. مستوى الثاني اللي هو مستوى التخرج، يعني الآن خريج استوى تخرج من كلية الهندسة أو القسم الهندسي، ومن ثم المستوى الثالث اللي هو مستوى العمل. بالمناسبة يعني صارت حق ورشة عمل في كلية التربية الأساسية في جامعة بابل اسمها مخرجات التعلم، تقريبا هي كانت تحكي في نفس الموضوع. بس تعرفون في كلية التربية مهمتهم شنو؟ يعدون المدرسين. فلهذا أنا يعني لاحظت أهم فرق بين هذا الكلام والكلام مال ورشة انه مستويين فقط، هما هذا المستوى الثالث ما موجود. حتى انا كتبت هذا انا كتعليق على التوصيات مال الورشه. ليش اكو احنا عندنا مستوى ثالث الان في لخريجين الهندسه؟ لان كلنا نعرف ان المهندس ما راح يحمل كفاءه الهندسه ما لم يمارس الحياه العمليه، ما لم يمارس المهنه. يعني هناك معلومات ياخذها بالصف، وهناك معلومات ياخذها منين؟ من المهنة. لهذا هذا المستوى يقولون هو several years beyond graduation، يعني 4-5 سنين بمفهوم أيبت، الاعتمادية مال أيبت، انه هذا نرجع نشوف هذا طالب الهندسة بتخرج اشتغل الآن، نرجع نقيس هاي الكومبتنسيز هنا بعد 4-5 سنين. ما راح نقيسها رأسا اول ما يتخرج ولا بعد الكورس الفلاني او الفلاني، لان لازم شنو؟ يطب المهنة، لازم يعرف تفاصيل المهنة. فشنو اللي صار بالبرنامج هذا بإيجاز؟ في مستوى الكورسات صار انه كتابة ما يسمى الحقيبة التعليمية، الكورس بورتفوليو. اللي اشترك بالبرنامج هذا يعرفه، كانت الخطة بالبرنامج انه 100 كورس فوليو ينكتب، وأسرح نباوع تفاصيلها بشكل بسيط من خلال الملاحظات مع المقيمين اللي من جامعة كنتاكي على اللي كتبناه. هذه 100 انجز منها 88 كورس في 6 اقسام،
وراحت هذه الحقائب التعليمية إلى جامعة كنتاكي، وهناك أساتذة نظراء متخصصين حوالي 44 أستاذ تقريبا اشتركوا في هذا التقييم من جامعة كنتاكي، ومن ثم أنطوا ملاحظاتهم. اليوم المحاضرة مالتنا الغرض هو مو عرض للبرنامج، إنما عرض لنتائج البرنامج. شنو هي الملاحظات اللي أنطوها الأساتذة على الكورس بورتفوليو؟ اللي اشترك بالبرنامج أعتقد إجاء الحقيبة التعليمية وعليه ملاحظات اللي من الأستاذ قرينة هناك. مع هذا أنا حبيت أنه الكل يطلع على شغل الكل. يعني مثلا الآن دكتور محمد الكورس مالته راح مثلا إلى ما أعرف هذا هناك كاينسكي مثلا سوى لك الفيو، لكنه لا بأس أنه تشوف مثلا في قسم الاتصالات إيش كتبوا لهم على كورساتهم أو كذا. لهذا جمعت كل حقة بريبورت واحد صار 1030 صفحة وبعثته إلى الإيميلات لكل الأساتذة اللي تحت إيدي. فأرجو الآن كلهم أستاذ يعني ما وصل التقرير النهائي اللي هو 1030 صفحة هم يكتب لي إيميله، وحتى يوصل إن شاء الله سجمان إليك هذا اليوم، حتى شنو تشوفون بالضبط شنو الأوتلاين. يعني احنا ابناء بيئه تعليميه واحده، فتتشابه حتى مشاكلنا، تتشابه خلينا نقول حتى طموحاتنا. الان انا سوى قلت له الان خلقوا معي بالمهمه، راح اجمع هاي الاشياء كلها فكتبتها بهذا التقرير، كل الكومنتس جمعتها وصنفتها. اول نوع من التعليقات كانت هي جنرال، راح اتكلم عليها الان تباعا. اول تعليق كان ايبد، هم تعريف الايبد اكريديتيشن بورد اوف انجينيرنج اند تكنولوجي، بالضبط مجلس اعتماد بالهندسه والتكنولوجيا، سنه 1932 تاسس، صار اسمه ايبت بالثمانينيات بعد ما دخل الكمبيوتر وياه. والان هذا هو يعتمد اسلوب الاوتكمز بيست ادجوكيشن في منح الاعتماديه، يعني لازم عنده يجيب المسطره مالته ويجي باوع هاي الحقائب التعليميه وكذا، ويشوف انه انت عندك هذا السيستم مال تحسين مستمر لو ما عندك. هذول عندهم للكورس بورتفوليو تمبليت، يعني انه الفونت شيت ينكتب الكذا اول شيء، ينكتب فلان شيء الاستاذ شيء ينكتب اسمه الرفرنس الى اخره. فلاحظوا انه احنا اكو اختلاف كبير بين الكورس بورتفوليو اللي احنا كاتبيه والتمبليت. هذه ملاحظة الأولى. طبعا هذا أنا أقول يعني ليس للتبرير، إنما كان هو الهدف من البرنامج هو مو تهيئة الأقسام بالكلية للأيبت، إنما هو بناء بنية تحتية وتغيير المفاهيم مال التعليم والفلسفة اللي في أذهان الأساتذة والقادة مال الكلية نحو سيستم اسمه Outcomes Based Education. طبعا من راح أروح الأيبت لازم يلتزم بعد أيبت شو تريد بالفونت مال ايبت وبالطريقة والكتابة الى اخره. ملاحظة الثانية وهي طبعا لان اساتذة سووا هذا الحقب بعد الفصل الاول بعد ما خلصت الامتحانات والشي، فكان لازم يصير ايضا في كل حقيبة تعليمية مابينج. يعني شنو؟ انت تشوف الان البروجرام اوتكمز، احنا قلنا اكو عندنا مستوى الكورس ومستوى الخريج، اذا انت قاعد تدرس فد اوتكم من الكورس مالتك وهو مدى يصب في الاوتكم مال الخريج، فشنو الفائدة العادة؟ فلازم اكو مابينج بين الاثنين. هذا كان ايضا مفقود في بعض الحقائب التعليميه. كذلك بالنسبه للبروجرام اوتكمز اي بتغيروا اسمها قبل حوالي يمكن فد 7 أو 8 سنوات الى ستودنت اوتكمز، هاي كفرق بالتسميه فقط، وانما هو نفس المستوى مستوى التخرج. لازم يكون ملاحظه الاخرى، لازم يكون هناك مابينج بين كل اوتكم والاسسمنت تول. يعني بعض الاساتذه طبعا ايش كاتبين مثلا، يعني خلى الاوتكم هنا، ما ادري انا اذكركم اكو تيبل رقم 1 بالاوتكم هنا وكو طريقه الاسسمنت. فبعضهم خرأسا كتب بشنوت ولا طول مثلا كوزز اند هوم وركس اند كذا او شيء، لا هنا أنا لازم يصير عمليه 1 to 1 شنو؟ ان هذا الموضوع مثلا انت الطالب الاوتكم هو اندرستاند يفهم فد شيء، يجوز طريقه الاسسمنت راح تكون انه تساله في السؤال معين في امتحان معين، لكنه اذا مثلا اوتكم لاخ ديزاين فيجوز طريقة الاسسمنت غير شكل، يجوز يصير بروجكت تطيه اياه يروح يصممه او كذا الى اخره. مثال المهم تتنوع، فلازم 1 تو 1 احنا قلنا ما دام قابله للقياس لازم تكون ايضا محدده طريقه القياس. زين الشيء الاخر هذا اللي هو الروبريكس او هو الجدول رقم 3 كان به حقلين، حقل يمثل راي الطالب هو يسوي تقييم لنفسه ايش حصل من الاوتكمز، وكان اكو يم عمود برأي الأستاذ، هو الأستاذ رأيه بالطالب إيش حصل من الأوتكم وين وصل.
رأي الأستاذ من راح يبني على نتائج الامتحان، أو خلينا نحكي بشكل عام نتائج طرق الاختبار، طرق الأسسمنت اللي سواها. ليس ذكرنا ممكن تكون أكثر من نوع، ممكن بروجكت، ممكن هومورك، ممكن كويز، سؤال بامتحان فصلي. بعض الأساتذة الحقيقة وإحنا هاي بوقت هم تناقشنا بيها إنهم مسوين طريقة شلون نقول يجبر الدرجة، يعني مثلا هو عنده نسبة مثلا معدل الطلاب مثلا طلع 70% بهذا السؤال مثلا، فأجل 70% حولها من 5، يعني ربركس من 5 فحولها من 5، فش طلع بالبوينتات الرقم. بينما هو لا، المفروض الأستاذ شي يسوي، يجي يخلي نتائج الامتحان ويقول رأيه هو رأيه، مو رقم الرأي، انه اتفق لا اتفق. فمثلا اتفق 4، ما عندي يعني محايد مثلا 3، 5 اتفق بشدة. فمثلا من يكتب 3.1 أو يكتب 4.056 مثلا، شوفوا تلاحظون ما لها معنى، يعني شنو هذه اتفق او كذا. لهذا ايش قال؟ قال لازم بلس ماينس 0.5، لانه ممكن مثلا واحد يعني هو يتفق بس مو قادر يتفق بشده، فش يكتب 4.5. ممكن واحد لا يتفق بس مو لا يتفق بشده، فش يكتب مثلا 1.5، بين 1 و2. فبلس ماينس 0.5 يعني ميك سنس، يعني تسوي باكثر منطقيه، بس بالبوينتات لا، ماكو واحد هيك يعني حساس قياس رايه. واضحه دكتور علي؟ واضحه؟ يمكن لو عندك تساؤل. خانه اقول مثلا خانه، يعني مثلا اتفق، اي اتفق بالضبط، هو شانه بعدين، اي يعني 1 2 4، اخلي النص ده هي انضيها، ولا يعني شنو معنى النص لو لها لا لا عفوا لا مثلا واحد يعني من نتائج مالت الطلاب مثلا، يعني انا خل اذكر مثلا بالارقام حتى اوضح المساله. طبعا هسه راح نحكيكم ملاحظه مهمه يمكن ياها اللي بعدها، لازم انت عندك تارجت. يعني ما اعتقد اكو واحد يمتحن طلابه والتارجت مالته انه كلهم ياخذون 100. اكو واحد من الحاضرين خليه يعني يرفع ايده، هذا ما ممكن. بس دكتور لو تسمحني، انا اي انت حاضر كل كاتب اي هو حتى هو واحد من بالضبط ضحك له، شلون تقدر تقيسها بهالشكل هذا؟ اي بالضبط، اي هسه ما بس هو يعني تقريبا الاساتذه. انا هسه احكي الكومنتس مال البقيه دكتور عصام، يعني مال كل الريفيورز، يعني مو بس المحاضرين، يعني هواي هاي التعليق عندهم بالكورس فوليو انه قالوا ما معقوله هذه كسور وكذا، هي بلس ماينس 0.5. هسه خلي الورا هذه دكتور سيهلا علاقه قبل اللي هي اكسبكتد ليفل، حتى اذكر مثال ورا ما هاي الكومنت. طبعا هم ما شافوا بالحقائب التعليماتنا الاكسبكتد ليفل. شنو اكسبكتد ليفل؟ انه انت تتوقع ان الطلاب بهذا الموضوع وبهذا السؤال، انا راح اضرب كله مثل بالامتحان، بس انا خلوا في بالكم دائما احنا الاسسمنت ميثود ليست امتحان فقط، هاي متفقين عليها اوكي. فانه شنو مثلا هسه راح اخذ شيء حقيقي، هم هالسنه يعني باجتماع العام مال يعني اجتماع قصد الهيئه التدريسيه اتفقوا القسم الهندسه المدنيه في جامعه كنتاكي انه لازم 70% من الطلاب، 70% من عندهم ما ياخذون اقل من سي. من قعدنا شويه تناقشنا وياهم السي والكذا، بعبارتنا 60% يعني اعلى من النجاح شويه، نقول باي احنا 50 نجاحنا 60. خلينا نقول مثلا هسه هذا احنا مثلا فرضا قعدنا الكليه القسم الكذا الى اخره العماده اتبنوا هذا السيستم انه لازم 70% من الطلاب ياخذون 60%، اقل شيء اكثر من 60%، اوكي زين، او الافرج من اكثر من 60 بعد حسب الطريقه. زين الان انت جيت لقيت مثلا الافرج يعني 50، او ذولا مثلا 50% اخذوا وكذا، يعني مرات يصعب عليك ان تجي انت تقول الاوتكمز يعني ما حصلوا عليه الطلاب، او استراتيجيتي مثلا كان بها مشكله في انه يعني تجيك ارقام محيره بالنسبه لك، فمن تحتار وانت بين رقمين اتفق ولا اتفق، فتروح بالضبط الوسط. زين من التعليقات الاخرى اللي هي ايضا عامه، انه بعض يعني احنا سموه خلينا قلنا الان راي الطلاب في مستواهم هم هو يقيم نفسه، ومن ثم رأي الأستاذ في مستوى الطلاب أو يسموه level of attainment، مستوى الحصول على outcome، طلع أكو فرق بس ماكو comment. أكو حقل كان موجود بالتابل number 3، حقل بالأخير مكتوب comments، فلاحظوا هواي أساتذة ما كاتبين comment فهم تفاجئوا، فكتبوا لنا ملاحظة أنه من يطلع فرق نص فما فوق كون أكو comment.
هسه اذا الفرق اقل من نص او متطابق مو مشكله، ماكو كومنت، لانه اكو تطابق يعني بالتوقع الاستاذ عن حتى لو كان واطع عالي كذا، مو ماكو فرق، فلازم اكو كومنت، لازم اكو تعليق. نعم طابقا بس واطع. ها احسنت، احنا تذكر اخذنا هيك مثال انه ممكن يطابقا بس واطع، مو معناها هذا كله مبني على الاكسبكتد ليفل. اذا انت هو متوقع واطع الاجابه مثلا من الاول، هو حكينا يعني استاذ علاء ما ادري موجود استاذ علاء او طلع قبل شويه حاضر، حكينا على الظروف الخارجيه مثل موضوع انت انطيته في ايام كلها عطل وكذا الى اخره وشي، فكيف انت عندك راح يصير توقع انه بهالشكل. لكن احنا شو نريد؟ احنا بصراحه نريد الكومنت، ما نريد الكومنت والله الان الطلاب ما حصلوا الاوتكم لانه مثلا الان الصف الاول داموا متاخرين، هاي ماكو فايده من هاي الكومنت. ليش؟ لان احنا نريد الكومنت تروح التيبل نمبر 4، انت تعطي سجستشنز، تعطي خطط بالضبط. فلهذا احنا شو نريد نلقى؟ احنا نريد نلقى الاكسبكتد ليفل مالتك وكو فرق عنه، حتى انت حتى المشكله يمك يعني بالاستراتيجيه اللي انت خالها للتدريس للتعليم والتعلم، حتى تقدر تسوي مقترحات لنفسك للتطوير. هو هذا الحقيقه الغرض، ولا الامور العامه انت ما تقدر. ايضا اكثر حقائب التعليميه الاستبيان مال الطلاب، هذا صار يعني السيرفي خلينا نقول ما موجود، هذا لازم يكون موجود جزء من الحقيبه التعليميه. يمكن احنا ما طلبناه من الاساتذه في هذا، ما خلوه. اللغه الانجليزيه يعني نعم هو عفوا الاستماره نفسها واحده بس، مو النتائج، لا مو النتائج مكتوبه، نتائج مكتوبه بالحقل الثاني من تيبل نمبر 3 اوكي، لكنه هو شنو الكويستشنير سامبل يعني نموذج بالضبط. هذه ملاحظة أنا أعذروني أن أذكرها هنا، وهي اللغة الإنجليزية، لكنه يعني شفتوا أنتوا هواي تصليحات حتى بالكوما والكذا، اللي وصل التقرير راح يلقى هاي الأشياء بشكل واضح أنه هواي تعديلاتكم باللغة الإنجليزية. هذا أيضا من الملاحظات العامة. ملاحظات الآن اللي إلها علاقة بمحتويات الحقيبة التعليمية، يمكن هنا هسه راح نجي اللي ما عنده فكرة عن البرنامج مثلا دكتور ماجد الآن راح يشوف الحقيبة التعليمية مما تتكون. اول شيء طبعا اكو كورس تايتل، انستراكتور اسمه، ها دكتور موجود سوري يعني اخرين عفوا اللي ما حد يعني ما عنده فكره نهائيا عن الحقيبه التعليميه اللي اشتغلناها العام. هو واحده من المحتويات كان اسمها كورس ديسكريبشن، فهي الان تعليقات الان بوبتها تحت هذا الباب اللي هي الكورس ديسكريبشن. بعضها كاتبه على شكل نقاط وهو لا يجوز، يعني بمفهوم هو الوصف، وصف للكورس، معلومات عامه، فكره عامه عن الكورس، يعني نقدمها في بدايه اصلا تصير اول شيء في بدايه الحقيبه التعليميه. فلازم ما يكون بي بولتس، لا ارقام ولا يعني اسطر ولا كذا، انما باراجراف يصير واحد. الشيء الثاني لازم يعطي فكره عامه عن الكورس، مو ديتيلز. طبعا احنا في وقتها بالتدريب شنو اللي سويناه تتذكرون بالكورس ديسكريبشن؟ قلنا احنا نجمع المواد التفصيليه مع بعضها. اذا راح اذكر مثال مثلا مره بعد من الماده الان ادرسها حتى يعني لانه قريب الصوره عندي، مثلا انا ادرس مثلا السقوف الكونكريتيه مثلا المسلحه باكثر من طريقه، ومثلا وهذه تصميمها مثلا باكثر من تفصيل، مثلا قوى القص والعزم والمدري ايش، هذا ما اذكره بالكورس ديسكريبشن. انا اذكر مثلا تصميم السقوف المسلحه هذا راح يصير في هذا الكورس، وجزء اشير الى مثلا طرق بشكل مجمل سطر وانتهت القضيه. التفاصيل وين راح تروح؟ وين نلقاها؟ نلقاها بالاوتكمز، او راح نجي اذا اكو اوبجكتيف ايضا بالاوبجكتيفز مالت الكورس. اذا هي تعطي فكره عامه عن الكورس. بعد ممكن تضيف انت في شويه تكبر الكورس، ممكن تضيف اهميه هذا الكورس للهندسه مثلا، للتخصص، للكذا، ممكن تضيفه. لان هذا حتى الوصف يعني بصراحه لانه احنا ما عندنا يعني كله ريكوايرد، ويمكن سلكتيف عندنا جزء بشيء محدود بعض الاقسام، ما اعرف اتصالات يمكن عندهم نظام الكورس هذا عندهم سلكتيف او لا ما اعرف. لكن مثلا شفنا هناك يعني ابو الكورس سوي دعايه للكورس مالته، يعني مسوين بروشور لكل كورس وبي حتى صور مشاريع وشغلات شنو فائده الكورس وكذا. فهذا هو الكورس ديسكريبشن، هو نقول الهدف مالته انه يفهم الطالب حتى يختار الكورس او يفتهم شنو الهدف من هذا الكورس حتى يدرسه. هذه ملاحظات اللي كانت على الشغل اللي سويناه العام بما يخص الكورس ديسكريبشن. الكورس ماتيريالز اللي هي المصادر اللي يعتمدها الاستاذ، يعني بصراحه اشياء بسيطه انه مثلا يكون اب تو ديت. بعضنا كاتبين، انا كنت كاتب ايضا بالحقيبه التعليمات في الكتاب بصراحه قديم صدر احدث من عنده فنبهوني عليه، وهكذا اذا لازم تكون اب تو ديت المصادر.
كذلك لازم مصدر من كتبة complete information، يعني مو بس يعني بعضنا على السريع بصراحة كتب مثلا اسم المؤلف وكذا، لا شلون نشير إلى بالبحوث كمصدر الناشر إلى آخره. هذه كانت أيضا ملاحظة في بعض الحقائب التعليمية. نجي الآن إلى شوية بصراحة الأشياء اللي هي لها علاقة بال outcomes based education أكثر، اللي هي objectives وال outcomes. هسه objectives مو ملزمة، أنا المهم عندي بالحقيبة التعليمية عندي outcomes، لكن لو واحد شاف outcomes مالته هواية صار ويريد يحولهن إلى عدد أقل، فممكن يجمع كل مجموعة objectives outcomes بobjective واحد مثل ما ذكرت مثل قبل قليل. بس إذا يريد يسوي هذا وهو اختياري، لكن لازم يكون هذا الاوبجكتيف مرتبط بالاوتكمز، مرتبط بالعنوان، لان هو عليه ان يقدم الربط. يعني مثلا من يقول اوتكم اوبجكتيف رقم واحد، هذا يشمل جوه فروع اوتكم رقم 5 و6 و7 وهكذا بالنسبه الى اللي يحب يستعمل الاوبجكتيفز. لذلك لازم ما يكون بتكرار بشي حاله. اذا هي الاوتكمز هي اصلا قليله، بعد ماكو داعي الاوبجكتيفز، ولا ماكو داعي يجي يكتب اوبجكتيفز ومن ثم يعيدها يقول هذه هي الاوتكمز. يعني نقدر نقول بهذا الشكل اوتكمز هي القابله للقياس واوبجكتيفز غير قابله للقياس. انا اعتبر يعني هذه بصراحه بالنسبه لي هيك افتهمت المساله اكثر تصل الى الذهن، انه من اقول اوتكمز يعني هذه ورايا مهمه انه شنو لازم اقيسها، لازم اقيسها بين قوسين، لازم امتحن بها الطلاب وكلمات معينه احسنت وكذا. لكن من اقول اوبجكتيف لا، هذا ما اقدر اسوي به سؤال بالامتحان لسبب بسيط، ان هذا الاوبجكتيف يشمل 3-4 مواضيع، شلون اجيب عليه سؤال واحد؟ واضحه الفكره؟ يمكن وصلت تلقون ايضا بالتقرير وبالحقائب التعليميه الموجوده بالتقرير امثله وافيه على هذا الموضوع وهذه المساله. مثل ما قلنا هو هذا ليس مطلوب الاوبجكتيف، ممكن واحد يستغني عنه. مجموعه اوتكمز بالضبط. اي يمكن درس الستراكشر اللي هو كان اكزامبل من دكتور بلانفورد اللي كان هو المدرب الرئيسي لهذا البرنامج، هو مستعمل الاوبجكتيفز، فلهذا يمكن احنا بعضنا سوى مثل الكورس مالته، سوى اوبجكتيفز كذا. هو يدرس ثيوري اوف ستراكشرز، فماخذ مجموعه من الاوبجكتيفز اللي هي الرئيسيه للماده. نجي الى طبعا صلب القضيه مالتنا، او انا اسميه الكور مال الحقيبه التعليميه اللي هو الليرنينج اوتكمز. لهذا اكثر ملاحظات راح تشوفون هنا بالريفيورز من جامعه كنتاكي. الاوتكمز لازم تكون نفسها في كل الجداول. احنا عندنا جدول رقم 1 و2 و3 و4 للتحسين المستمر، لكنه الثلاثه الاوائل الاوتكم رقم 1 يكون نفسه، يبقى نفسه. هذا بصراحه شويه صار خلاف واختلاف في بعض، لان احنا طلبنا تتذكرون طلبنا انه احنا بس مالت الامتحان اللي امتحنا بهم نصف السنه، فلهذا وقبلها طلبنا من الاساتذه ان يسوون اوتكمز لكل المواضيع مالتهم، فصار اختلاف بالارقام. يعني معذورين هنا اساتذه حق بالقضيه، لانه صارت القضيه واسعه جدا فركزنا فقط على امتحان نصف السنه في وقتها، بس هي بالنتيجه لازم تكون نفسها حتى يقدر. يعني سالوا كثيرين حقا عن برنامج الاكسترنال اكزامينر، انه الان الوزاره عندها مشروع جديد الاكسترنال اكزامينر، وهواي صار اختلاف هذا شنو المقصود باكسترنال اكزامينر وش راح يسوي، هو راح يجي يخلي اسئله مال الامتحان هو شنو؟ لا، ببساطه الاكسترنال اكزامينر راح يجي للقسم، يزور القسم يقول جيبوا لي البورتفوليوز، راح يخلي قدام بورتفوليو راح يلقى هذا الدرس. فلهذا من راح يباوع السيستم هذا اكو اوتكمز واكو اسئله امتحان مربوطه بالاوتكمز واكو تقييم واستبيان للطلاب ايضا مربوط بالاوتكمز، راح يجي باوع المسيره كلها بشكل نظامي، فلهذا لازم تكون هالاوتكمز نفس الارقام حتى يقدر يتابعها. زين، لهذا هسه احنا من نقول الاوتكم هو سؤال امتحان، فما لازم يكون متعدد بمعاني متعدده وكذا، لازم واضح يريد. لهذا شفنا يمكن في بعض المواد الدراسيه وبعضكم يتذكر انه مثلا السؤال بفروع، هو بالاخير صح خيش كل فرع هو شنو يسال عن فد اوتكم معين، بس هذا راح يتعب الاستاذ اكثر. ليش؟ لانه لازم يروح للفرع حتى يعرف انه هذا الاوتكم تحقق لو ما تحقق، فلهذا لازم يكون الاوتكم شغله واحده وما بتدخل. الافعال اللي نستعملها بالاوتكمز، بعض الاساتذه حقيقه مو بعض يعني هسه هم كلش هوايه يمارس لي، يعني هوايه كاتبين اندرستاند، وبصراحه لاحظوا وخلي اقولها ايضا، لاحظوا انه قسم مثلا دروس من صف رابع صف ثالث اندرستاند، هم كانوا يتوقعون هاي الاندرستاند تبدي كل ما يصعد الليفل مال الطالب شنو
تبدي تقل الاندرستاند، يبدي بالبدايه هو اندرستاند، هذا راح يروح دروس ديزاين وما ادري ايش وكذا. فلهذا اندرستاند بتقديرهم هو هذا اوطى ليفل من المستويات مال التعليم بالضبط. فلهذا هذا ايضا صعب ان يعني الاسسمنت مالته صعب تجيب، لانه راح يصير مجرد حفظ. هذه ايضا ملاحظه. طبعا احنا جمعناها الملاحظات، لا قاعد تعني انها موجوده في كل الكورسات، انما موجوده جزء في واحد من كل 88 كورس. هذه ايضا يمكن اعتقد اكو تكرار، انه لازم تكون بها فكره واحده، كل اوتكم بفكره واحده، حتى يكون يعني السؤال عليه هو في فعل واحد. ومن ثم الدروس هواي بها عملي عندنا، بس ولا حقيبه تعليميه. يمكن اكو كم وحده تعاد اصابع اليد الواحده شفت اني، انه مكتوبه الاوتكمز مالت العملي ضمن الكورس بورتفوليو. فهم انتبهوا انه هذا درس بعملي، اذا جزء من حتى التعليم لازم يكون العملي ايضا، والعملي ايضا لازم باختبار وبكذا وتقييم نتائج. نعم. عملي مقسوم ماده المختبرات. نعم نقصد المشترك دكتور عصام، اكيد احسنت، لانه مثلا قسم الكهرباء عندهم درس منفصل اسمه مثلا مختبرات. لا طبعا مو هذا المقصود ابدا، المقصود هو الدروس اللي هي بارت نظري وبارت عملي، حتى الدرجه من تحسب السعي السنوي على نظري وعملي ومن ثم تنجمع وكذا. هذه مهم انه العمل يكون ضمن الاوتكمز. نجي الى الان، انت خليت الاوتكم وهي نواتج التعلم مالتك، ايش راح تخلي وياها استراتيجيه لتحقيق نواتج التعلم؟ كنا يعني اكثرنا بالبرنامج ساهمنا فخلينا استراتيجيات، يمكن يكون كان كلام اكثر مكرر انه اجي القي محاضره وما اعرف ايش الى اخره. لهذا بعض التعليقات راح تشوفوها هي ضمن هذا السياق. احد الاساتذه وهذا بالقسم المدني الظاهر لانه يدرس هم كونكريت تكنولوجي، حكى على الووتر سيمنت ريشيو شيء، يقول احنا لازم نخلي فعاليات اللي بحيث الطلاب من خلال شغلهم مثلا بالهوم وركات او بالاسئله او بالكوزات يطلع نتائج يقارون بيناتهم، وخصوصا بالعملي. يعني مثلا بالعملي احنا اذا نعلمهم مثلا يفحصون فتسامبل مال مونه مال سمنت، وليش ما نخلي الووتر سمنت ريشيو مختلف بكل جروب؟ حتى بالاخير هذا المختبر من نسوي راح نطلع ارقام مختلفه ونراويهم فد علاقه نظريه. هو مثال كلش جميل بصراحه، وانا شفته ينطبق على اكثر الدروس. يعني ليش انا انطي مثلا هوم ورك او سؤال او كويز والكول نفس الرقم ونفسه، ليش ما اغير وبعدين مثلا النتائج كلها اجي هم اتعلم الطالب الطريقه وهم ماتين ممكن هاي المقارنه نجي نصير جروبات مناقشه بين الطلاب فيستنتجون اشياء. هذه وان كان هي يعني ليست ضمن الحد الادنى لكتابه الكورس بورتفوليو، لكن تفتح الافاق لاستراتيجيات اكثر. ممكن بس يكون مو للطالب 120. اي احسنت دكتور محمد، هذه ملاحظه ممتازه. طبعا اكثر الاشياء بصراحه اكثر الاشياء عليكم السلام ورحمة الله. نعم يهم دكتور ولا يهمك. فاحنا دكتور كنا عرض سريع شوية نراجع حمد نسجلها للمحاضرة إن شاء الله حتى هم يعني نبثها على اليوتيوب وممكن توصل إلى كل الأساتذة لاحقا. نعم احنا الان دكتور بدنا نراجع التعليقات اللي كتبوها اساتذه بجامعه كنتاكي اللي اكثر من 40 شخص، ونراجعها بشكل مجمل لكل البرنامج وبشكل ايضا مبوب، يعني الى مثلا ايش علقوا على الكورس ديسكريبشن بالحقيبه التعليميه، ايش علقوا مثلا على كتابه الليرنينج اوتكم، ايش علقوا وهكذا، حتى شنو تكون العمليه مفيده لكل اللي اشتركوا بالبرنامج وكذلك الذين لم يشتركوا. بالنسبه نرجع الى نكمل موضوعنا، فالاستراتيجيات لازم تكون ايضا سبيسيفيك. يعني انا من اقول مثلا يعني بشكل عام مثلا انا راح اجي القي محاضره، وانا راح اجي القي محاضره لكل الاوت كمز وهي نفسها، لكنه لازم تكون اكثر بها اكثر تحديد. يعني مثلا انا اقول لا انا راح القي محاضره وخلال المحاضره راح اول شيء اشتق معادله، اول شيء لا راح اطرح سؤال على الطلبه واشوف مثلا مدى معلوماتهم السابقه لانهم ماخذين كورس سابق مثلا يهيئ لهذا الكورس، او لا اجي مثلا واراويهم فد شغله معينه مثلا قبل ما ابدي بالمحاضره. يعني هذه يعني خطوات، لانه كل ما الاستاذ يكون سبيسيفيك بالاستراتيجيه كل ما يكتشف عيوب الاستراتيجيه اسهل ومن ثم يغيرها. لا هذا السيكونس اللي اختاريته تسلسل الفعاليات مال المحاضره كان مو مناسب، كان لازم اول شيء فعلا اشتق المعادله وبعدين اعطيهم مثال، مو اسالهم سؤال واخليهم يجي. هذه امثله قاعد احكيها بشكل عام، لانه شفنا او حق هم شافوا الريفيورز من جامعه كنتاكي اكو تشابه بالاستراتيجيات
كأنه كلها نفسها. زين، شافوا بصراحة، وهاي ملاحظة أنا أعتبرها يعني ملاحظة ممتازة جدا، يعني يمكن يعني أهم من الباقيات، أكثر الأساتذة إذا مو كلهم، كلهم كاتبين teachers activities، يعني هو الأستاذ راح أسوي هيك، راح أسوي هيك، ماكو شيء مثلا الطالب راح يسوي هيك. فلازم اكو، يعني احنا هسه بالبداية ذكرنا انه كيف التعليم المستقبلي او الان النظريات الحديثه انه student based learning مبني على الطالب، التعلم الذاتي، التعلم مدى الحياه، يعني وانتقال من التعليم للتعلم. فالتعلم شنو معناها؟ معناها الطالب دوره اكبر بالعمليه التعليميه. فمن قرأوا اللي احنا كاتبين استراتيجيات، الطالب دوره يعني تقريبا غير موجود، مختفي، فلازم نفكر في دور للطالب. نجي الآن إلى ملاحظاتهم على طرق التقييم. طبعاً طرق التقييم إحنا كلنا اختارنا امتحان الميدتر، إن هذا إحنا اتفقنا عليه بالتدريب، إنه حتى تكون يكون تقييمنا واضح، وكلنا نتبع نفس الأسلوب، إنه الميدتر والأسئلة مال الميدتر هي راح تكون هذا الإكزام هي الطريقة للتقييم. مع هذا كان مفروض يعني أفضل يكون إنه إحنا نحدد من كتبنا الأسسمنت ميثود مثلاً هذا الأوتكم راح يكون يا سؤال بالميدتر. فعلاً هذه المسألة يعني في بعض الدروس يعني صار عندنا اشكال، اكو تداخل بالاوتكمز، مثل ما قلنا اكو فروع، اكو سؤال واحد وفرع على اوتكم، بعدين اوتكم يرجع بغير فرع بغير سؤال. فلهذا كل ما تكون هاي الامور سبيسيفيك يسهل قياسها لما يكون اكو رقم للسؤال ويكون محدد. الاوتكم اللي هو بالضبط الاوتكم يعني اللي هو النولج او السكيل اللي حصله الطالب بعد المحاضره، اي بتروح على الاوتكم اللي هو المعلومات او المهارات او المتبنيات التي يحصل عليها الطالب بعد المحاضره، هذا اوتكم يسموه ليرنينج اوتكم مال المحاضره. ثم بعد انتهاء الكورس، هذا ايضا اسمه كورس ليرنينج اوتكم بعد انتهاء الكورس. ومن ثم اكو بروجرام اوتكم اللي هو بعد التخرج يحصل عليه الخريج. ومن ثم اكو بعدين بالاخير الادوكيشنال اوبجكتيفز اللي هي بعد ما يعمل كم سنه في حقل العمل. التعليقات ايضا اللي كانت موجوده، احنا سجلنا قسم ماكو تعليقات، كان اكو اختلاف ما بين يعني الراي الطالب في تقييمه لمدى حصوله على الاوتكم وراي الاستاذ، اكو فوارق كبيره بس ماكو تعليق. وقسم معلقين لكن تعليقات عامه. هسه مثلا اكو فد نقطه الحقيقه، مثلا بعضهم كاتبين راح تجي بالصفحه اللي بعدها السائده اللي بعدها كاتب مثلا الوقت ضيق، مثلا حقهم احنا تقول عطل الكثيره وكذا، فممكن هاي دائما تصير الوقت ضيق او كذا. نعم بهالشكل، لكنه احنا مثل ما ذكرنا الكومنت لازم يثمر عن سجشن اقتراح للتحسين المستمر. فكل ما كان الكومنت محدد وانت مثلا اكتشفت فد شيء محدد هذا، وكل ما كان يمك بايدك، وخصوصا شنو اللي بايدك؟ اللي بايدك الكلاس، الصف، انت ملك الكلاس. بالمحاضره الاستاذ هو ملك هذه المملكه اللي اسمها المحاضره، اللي بها شريكه راح يكون الطالب. لهذا دائما يحاول يلقى شنو اللي صاير ان كلاس. وخليني بعد اوسع الافق، كذلك الان هو نص التعليم ده يصير وين؟ اوت اوف كلاس، ولا حرام هاي التكنولوجيا الان تحت اليد موجوده، وهذه وسائل التواصل كذا يضيعها الأستاذ من إيده وما يخلي بيها التواصل ويا الطالب، ويخلي قسم من الأهداف والاستراتيجيات يحققها لأنه ما دام الوقت هو مشكلة. الملاحظة الأخرى إنه طبعاً لاحظوا هذا شيء طبيعي، إحنا ضمن التدريب ركزنا على امتحان قبل نصف السنة، إنه الإكزامز هي الأسسمنت ميثود الوحيدة. بالمناسبة الأسسمنت ميثود ترى تتنوع أيضاً بتنوع الأوتكم. من يكون مثلا الاوتكم العمل ضمن فريق، مثلا هسه راح نحكي عن الاوتكمز المفقوده في التعليم او الضعيفه في التعليم، العمل ضمن فريق هذا ما يرهم الامتحان، هذا ما يرهم الا مشروع وبي فريق كذا يكون بهالشكل. على اي حال في طرق التقييم ايضا بعضهم كاتب الهومورك، والهومورك ايضا جيد لكنه من الصعب اعتماده كوسيله وحيده لتقييم الاوتكم. انتم تعرفون الهومورك يجوز المصداقيه مالته ما تكون 100%. ايضا تعليقات الاستاذ مثل ما ذكرنا لازم تكون مبنيه على نتائج الاسسمنت ميثود، يعني الاستاذ من يكتب انا راضي اتفق 5، ومثلا نروح نلقى نتائج الامتحان مثلا معدل الدرجات ضعيف، لا لازم اكو ترابط يظهر بعض الحقائب التعليميه، يعني درجات مال الطلبه ونتائجهم بالامتحان كانت تختلف، تناقض راي الاستاذ او العكس.
زين انت الان احنا تذكرون في اخذنا قسم من الساده اخذوا سامبل من الطلاب، هذا يكون ينذكر بالحقيبه التعليميه انه انا مثلا اخذت راندوملي يعني 20% من الطلاب، يعني مثلا مثل ما هم قال ممكن مثلا انت تاخذ اول طالب ثم تعوف الثاني والثالث تاخذ الرابع وهكذا، حتى ماكو شيء اسمه اختيار احسن الطلاب. ارجوكم احنا هاي مرات بالسيرفي عندنا ثقافه انه والله احنا ناخذ التوب 20 توب 30 من الطلاب ونستبينهم وكذا، لا لازم راندوملي. اكيد راندوملي ماكو مشكله، اكيد كل الطلاب ماكو مشكله ايضا، لكنه لازم ينذكر هذا بالحقيبه التعليميه. احنا هذا بعض ما ذكره. كذلك ايضا البعض ايش كاتب انه طريقه الاسسمنت راح تكون ديسكشن ان ذا ليكتشر، هذه مو طريقه اسسمنت، يعني مناقشه اللي تكون في الصف هذه مو طريقه، هاي استراتيجيه هي من للتعليم والتعلم. زين كذلك احنا كنا نطلع الحلقه بالكومنت هسه هذه يعني قبل شويه بتذكرها، انت كنت تقول وات هابند اند واي ات هابند، يعني هذا الديفرنس اللي طلع انت ردت ليفل معين ان يحصلون هذا الاوتكم والطلاب ما حصلوه، فلازم تقول ليش. مثل ما قلنا هذا كل ما يكون ايضا متيسر باليد يكون افضل. نجي الى اخر محور في الحقيبه التعليميه اللي هو امبروفمنت بلانز. طبعا احنا كاتبين مقترحات وكاتبين كذا، لكنه هذه المقترحات بعضها عامه يعني تكون مثلا غير قابله للتنفيذ او ما محدده، ما مبين انه هذا شنو الاكشن بلان اللي لازم يسوي الاستاذ، فالافضل اكو اكشن بلان. انتم تعرفون كل خطه مال تطوير لها اوبجكتيف ولا اكشن بلان تايم سكجول وكذا والى اخره. زين هذه ذكرناها قبل قليل انه يعني هم شافوا ان استاذ كاتب الحقيبه التعليميه الوقت قليل او يعني I will increase the lectures. اي فكتبوا له ملاحظه انه لا افضل لك قلل التوبكس احسن ما، يعني هو راح يبقى الوقت قليل دائما واكو مشاكل بالوقت فانت حاول تقلل التوبكس. وانا اقولها بصراحه ولا اخجل من هذا لانه لازم يعني احنا نضع ايدينا على المشكله. هم تعجبوا انه احنا قاعد نعطي 160 وحده دكتور، عفوا كم وحده دكتور علي يمكن الان كافرج كم وحده نعطي؟ 160 هندسه الان، يعني قالوا هذه عندنا مو اقل من 5 سنين، فاحنا ما قاعد نتخيل انتم شلون قاعد هاي تعطون 160 وحده للطلاب باربع سنين، مدى يشيلها عقلنا يعني مدى نفتهم شلون. بالضبط دكتور علي يردنا ان شاء الله جلسات وحوارات وبجهه العمداء وفي مجالس تحسين التعليم الهندسي وكذا، هذه الموضوع مواضيع نطرحها باستمرار لانه لابد من تغيير. بالمناسبه اي بتريد المينيمم 129 وحده على ما اذكر، فاحنا عندنا اذا يعني جاب كثير. اكو ملاحظات اخرى الحقيقه هم ضافوها تخص ايبت، يعني اذا نريد نروح الان الخطوه الثانيه نهيئ نفسنا الاعتماديه من ايبت وهو هذا البرنامج القادم، فاكو امور لازم ننتبه لها. الاول انه لازم الاوتكمز مبنيه مربوطه بالكورس، يعني مثلا كورس مال ديزاين على الاقل لازم اكو اوتكم واحد بفعل ديزاين بالاوتكم، ولا معقوله كورس مال ديزاين وكله مثل ما قلنا يعني اندرستاند وكذا، خل استعمل هاي الصور شوي مبالغ بيها حتى نفهم المعنى بشكل اوضح. الملاحظه الثانيه انه اعتقد يعني احنا اغلب اقسامنا بالعراق كل الهندسي تفتقر الى هذا اللي هو سيستم ديزاين كورس او كابستون ديزاين كورس، يعني قاعد ناخذ ديزاين يعني ايتمز ديزاين اوف ايتمز مو انتجريتد ديزاين فور ا سيستم، بحيث العلاقه بين هاي السيستمز. يعني خلي اذكر مثال ايضا من اختصاصي، يعني مثلا احنا ناخذ ديزاين البيم وديزاين الكولوم وديزاين السلاب وديزاين فاونديشن وديزاين المي مال البنايه والمجاري مال البنايه والكهرباء مال البنايه، لكنه الطالب ما اشتغل في فريق متعدد تخصصات اللي هو ديزاين اوف ا سيستم. هذا الحقيقه اصبح مهم في التعليم الهندسي في خصوصا الجامعات الامريكيه انه لازم الكورس اسمه سيستم ديزاين. الملاحظه الاخرى انه الاندايركت ميثود فور اسسمنت هي ما مطلوبه من اي بيت. احنا شنو هي الاندايركت اللي عندنا مستعمليها؟ هو راي الطالب، هذا راي الطالب يعتبر شنو؟ اندايركت ميثود. شنو هي الدايركت ميثود؟ هي الامتحان اللي نسويه للطالب. الامتحان ملزم، هذا لازم نتائجه ونخليها وكذا طريقه للتقييم، لكن الاندايركت هو ما ملزم، بس اي بت وين شو تريد؟ تريد راي الشركاء. فلهذا ايش بدنا نسوي من بدنا نضرب عصفورين بحجر؟ فدع نخلي راي الطالب ايضا ناخذه بالاوتكم ونقارن ويا راينا احنا راينا كاساتذه، ومن ثم حتى ايضا عند اي بت احنا الشركاء داخلين في صناعه القرار، في ابداء الراي، في نجاح العمليه التعليميه من عدم نجاحها. ذكرتها قبل قليل
أهمية الخبرة العملية. قلت أكو عندنا إحنا educational objectives اللي هي بعد بضعة سنوات من عمل الطالب، فهذه مهمة ولهذا لازم تكون هذه مرتبطة بالمهنة ومو تكرار للأوتكمز مالت الدراسة أو مال التخرج، إنما المهارات اللي مطلوبة للمهنة. لهذا هذه ما مطلوب بها direct assessment. مهارات المهنة هاي ما بها امتحان ولا بها كذا، فدائما يعني نستبين بها أرباب العمل وتكون العملية indirect assessment. في جامعة كنتاكي أيضا مسوين في السيستم، طبعا هم بمناسبة أخذوا اعتمادية من أيبس سنة 2010، والاعتمادية إنها 6 سنوات وتصير كسباير، فخلصت، فصار في 2016 هذا العام في الصيف هو قدموا على الاعتمادية الثانية، يعني أقصد يعني الجديدة مو الثانية إنما هم بعدين قبل هذه، فمسوين في السيستم قالوا هذا more sustainable. والله أنا فهموني شنو يعني sustainable بقضية الاعتمادية. قالوا سوينا مثلا أول شيء الـ outcomes أخذنا ركزنا على required courses. ليش؟ لأن هذا required كل راح يأخذوا الطلاب من يروحون إلى course selective. احنا قلنا احنا ما عندنا هذا، قد يكون عندنا 1 2 بعض الاقسام، هذا معناها ما مضمون، يجوز ما يدرس هذه السنه، فالاوتكم يروح بعد ما يقدرون يسيطرون عليه، لا يقيمون ولا يعرفون شنو صار به. وكذلك شنو ان كل اوتكم اكثر من كورس، حتى مثلا اذا كورس ما صار تقييمه بشكل واضح فيروحون الى كورس ثاني وثالث. هذا معنى الاستدامه. هذا الان انتهيت من عرض نتائج أو تقييم الأساتذة من جامعة كنتاكي للحقائب التعليمية اللي كتبناها في العام الماضي والتعليقات. من نتائج البرنامج ويعتبرها أيضا من أهم النتائج الحقيقة، أنه إحنا طريقة تقييمنا لنتائج الامتحان أو تعاملنا مع نتائج الامتحان، إحنا المعمول به شنو؟ هذا التوزيع التكراري. كل أستاذ من يخلص القسم يطلب من عنده أنه نسب النجاح بالدرس، مثل ما تشوفون هذا الآن درس من الدروس ناجحين 52%، معدل الدرجات 51%، وهسه راح يجي هذا الأرض على مجلس قسم لجنة علمية. هسه البعض يقول هذا زين كورس أول طول صف الفلاني إلى آخره، لكن هذا ما يأشر لنا أو ما يراوينا وين الضعف بيا أوتكمز. هذا نفس الامتحان بصراحة، خلي نروح نشوف تفاصيله. شوف السؤال الأول بهذا الامتحان، السؤال الأول بهذا الامتحان قاعد تشوفون يعني بس يعني 40 واحد هم فول مارك ماخذين، والأغلبية هم قريب على الفول مارك. هذا السؤال الأول بهذا الامتحان اللي احنا شنو شفناه بالنص 50% النجاح 50% المعدل التقريب، بينما السؤال الثاني 56 واحد صفر ماخذين عليه، أصلا ما مجاوبيه. لاحظ من تبني على الطريقة الأولى أو الطريقة التقليدية بتقييم نتائج الامتحان ما راح تشوف أنه الطلاب عندهم في هذا الموضوع ضعف. لهذا في هذا السيستم راح تسوي ما يسموه item analysis، تحليل النتائج لكل سؤال من أسئلة الامتحان، وبالتالي راح تعرف أنت كأستاذ للمادة أنه إذا عندك مشكلة في موضوع دون موضوع آخر. ننتقل إلى مستوى القسم اللي أنه القسم يتبنى قلنا outcomes، طبعا بما أنه إحنا بدنا نستعد لخطوة نحو أيبت، فأخذنا الأيبت outcomes واعتبرناها هي outcomes مالت التخرج. سوينا مابينج ويا الكورسات اللي ندرسها بالاقسام الستة والحقائب التعليمية والاوتكمز مالتها. خل اراويكم شنو اللي شفناه. اللي شفناه مو كل الاوتكمز مال ايبت موجودة في تدريسنا في مناهجنا. استعراض سريع حتى ما اطول عليكم. استخدام الرياضيات في الهندسة موجود، يمكن اغلب الدروس هي موجود بها هذه. القدرة على تعريف مشكلة وحلها بالطرق الهندسية، كل درس هندسي بيه معادلة وتطبيق معادلة وأمثلة، هذا هم موجود. هاي طبعاً قاعد تشوفون A E B، هي من A إلى K 11 outcome at ABIT، فأنا مسلسلها على التدريس مالتنا، فشفتوا من A إلى A. B إنه واحد شلون حقه يدخل تجربة عملية ويحلل نتائجها وكذا، أيضاً عندنا دروس عملي بها مختبر هواية وقاعد نحلل ما عندنا أي مشكلة، هذا موجود في دروسنا. السي انه واحد قادر على التصميم، يصمم سيستم، يصمم بارت اوف سيستم، طبعا اسويها شويه حكي يجوز يراد له من عندنا انتباه انه كل من يصمم ينتبه للمحددات مال التصميم، ينتبه للبيئه، ينتبه للسيفتي، للكذا الى اخره، سستينابيلتي، فهذا ايضا موجود عندنا لان هواي دروس عندنا تصميم وبكل الاقسام الهندسيه. نجي هنا الى دي، تبدي هنا المشاكل عندنا، العمل في فريق متعدد التخصصات. مع الأسف ما موجود.
وأنا آسف بعضهم راح أقولهم يمكن لقيتهم يمكن دكتور علي هنا أنا حاضر يمكن عنده فد شيء على أخلاق المهنة وكذا، لكن أرجوكم أنا اللي أقصده لاحظت قبل شوية ذكرت sustainability بالoutcomes based education أو بالاعتمادية لازم يكون موجود وفي أكثر من كورس. بس required courses إحنا كلها required courses ما عدنا تقريبا selected، وبعد شنو لازم يصير إلى التقييم والتقويم بحيث إلى امتحان وتحليل نتائج الامتحان وإلى آخره. فهذا من أقصد موجود أو غير موجود أرجوكم. فهنا فهم المسؤولية للأخلاق المهنة يعني أقدر أقول ضمن هذا التعريف اللي ذكرته هو تقريبا ضعيف أو غير موجود. القدرة على التواصل مع الآخرين، إلقاء محاضرة، كتابة تقرير فني كذا إلى آخره، هم قد يكون موجود لكنه موجود مثلا ما عليه درجة أو عليه درجة قليلة أو ما نسوي به طرق التقييم اللي هي متعارف عليها بالأوتكمز. الأوتكم رقم أو H بالنسبة للـ A to K Outcomes of ABIT أنه لازم يكون عنده وعي الطالب لأثر الحلول الهندسية على العام على المجتمع على البيئة على إلى آخره. الحمد للأسف هذا يمكن هذا يكون بالمراحل قبل التخرج من بعض الدروس مع الديزاين أو غيرها، لازم هذا أيضا تكون في ضمن هذه المواضيع. القدرة على التعلم مدى الحياة أيضا يعني أشك أنه هذا موجود الأوتكم في أي درس من الدروس، لا أحكي عن كليتنا إنما أجز عن كل الأقسام الهندسية في العراق. الوعي للقضايا المعاصرة كي أخيرا أنه الوسائل الحديثة وين كان شفت حقا كثيرين أكو خالين سوفتويرات وشي بس مثل ما قلنا مو الشيء اللي هو مطلوب من أي بيت بحيث يكون واضح للعيان أنه أنت جزء مثلا هناك درس الستركتشر السوفتوير جزء من المنهج بحيث الأستاذ خال برنامج ديمو خلي لهم إياه بالحقيبة مالتهم بالموقع مالته ينزلوه ونص الهومواركات هي شنو على هذا السوفتوير يروحون يحلون كذا. فهذه إذن الوسائل الحديثة الهندسية السوفتوير كمثال ذكرت ولكن ليس السوفتوير فقط من حتى الأجهزة العملية وغيرها أيضا ما موجود بالشكل المطلوب من قبل أيبت. هنا لابد أن أذكر أنه الأيبت أوتكمز راح تتغير، بدأوا هم الآن استبيان عالمي وكذا هسه 16-17 ما لحقوا يغيرون لكنه تقريبا 99% السنة الأكاديمية 17-18 راح يبدون أوتكمز جديدة. خل أقول لكم الآن شلون غيروا المفاهيم، شافوا هذه من أي إلى كي هواية واسعة يعني بصراحة وكو تداخل وكو تفاصيل بيها، فقاموا يجمعون كل مجموعة بأوتكم واحد صار من أي إلى جي يعني 7-4 راح الأي صار شنو جمعوا الرياضيات وحل المسائل الهندسية والبيسك ساينس وكذا في أوتكم واحد سموه أي. البي هو للتصميم التصميم ومحدداته وإلى آخره وكذا صار في أوتكم واحد بي. أسحب أن الأي والبي مثل ما نقول مضمونات الآن. سي كل القضايا لها علاقة بالإكسبيريمنتال ويرك كلها مجموعة وين بالسي، إحنا هم مطمئنين من السي كذلك. الدي communicate effectively خصوصا هنا لاحظت يعني بصراحة ما أدري يعني شخصيا لاحظت إنهم مركزين على عدد الجمهور. كان سابقا communicate effectively وخلاص وسكتون يعني ممكن يعني واحد يجي يقدم محاضرة على اثنين أو يكتب تقرير كذا إلى آخره، هنا أنا لا يردون عدد أكبر مثل إلقاء محاضرة على مجموعة أكبر كذا ف range of audience دي. والإي هو الحقيقة هذه اللي لها علاقة بالمسؤولية بأخلاق المهنة والقضايا المعاصرة اللي ذكرناها هناك أكثر من واحدة كل جمعوها بنقطة واحدة اللي هو مستوى الوعي لدى الطالب. هذا أيضا مناسبة يعني خليني حتى لا تبين المهمة صعبة حتى أنقل تجربة اللي شفتها في جامعة كنتاكي، يعني أنت تراويهم كيس ستديز يعني لا تخاف من هاي الأوتكمز إنه شو الله شو نزود وعي للطالب، هو الطالب ده يدخل يدرس وعرف درسه رياضيات وأكس وواي ومعادلات، الوعي والقضايا قضايا يعني يجوز مرتبطة بالبيئة الخارجية مرتبطة بالتربية بالأخلاقيات السائدة إلى آخره. فممكن نقول هنا أنه أنا لاحظت أنه كيس ستديز أنه يجون الطالب أكو حق هو درس عندهم خاص اسمه سيمينار وهذا الصف الرابع حصرا ويجون يراهم كيس ستديز، كيس لمسائل فساد إداري، كيس لمشاكل تلوث بيئة، كيس لكذا وعلى شكل أفلام أكو حق مواقع ووبسائلات تسوي أفلام تمثيلية ويراون الطالب هاي الأشياء وأيضا يصير بيها تقييم وامتحان. F القدرة على التعلم بوسائل الحديثة اللي هو الحاجة مع المجتمع إلى آخره وتطوير وتطور وسائل التعلم، هاي تعادل تقريبا هناك التعلم مدى الحياة. يعني أنا أذكر جملة كمثال
وذكرت في أحد الكتب المعني بالتعليم الهندسي قال كل مهندس تقريبا يعمل 40 سنة بعد التخرج كأفرج. الآن 40 سنة في القرن 21 تختلف عن 40 سنة في القرن 20 بشنو؟ بمدى تطور وتغير العلوم. مهما راح تدرسه للطالب هو راح يعمل 40 سنة في علوم يجوز 80% تختلف عن اللي درسه. لهذا عليك أن تعلمه كيف يكون متعلم مدى الحياة، وهذا طبعا هذا هدف مهم. لهذا راح يكون ذكرنا دور الطالب، الاكتيفيتيز مالت الطالب بالاستراتيجيات، هي مسألة مهمة. أخيرا جي الأخيرة اللي هي كيف يكون ممبر في التيم، هاي هواي تركيز عليها. حتى بصراحة لاحظت أي بيت معرفين التيم، أسرجوا كل واحد معقول نحتاج تعريف التيم؟ لا، حتى التيم شنو معني بالتيم، شنو يعني فريق وشنو دور المنبر مع الفريق إلى كذا، هذا أكو اهتمام بها كثير. وعلينا أن للمستقبل مع التعليم بالكلية وبأقسامنا الهندسية أن نهتم بها. آخر ليفل هو الاندستري ليفل. احنا الحمد لله في الأقسام شكلنا لجان من حقل العمل، وهذه اللجان اجتمعت لكل قسمين صارت أكو لجنة، وهذه نتمنى أنه يعني يصير استدامة لهذه الاجتماعات ويصير اجتماعات دورية، وصار مابينج بين الكفاءات المطلوبة للمهندس اللي هذه أهم طرف يحدد كفاءات المهندس في حقل العمل، هم اللجنة الاستشارية من حقل العمل، لأن هم نخبة من الامبلويرز من أصحاب الشركات، بالنسبة لنا مثل مدراء الدوائر الهندسية إلى آخره. آخر شيء، آخر سلايد وأطلت عليكم، هي الخطوة القادمة. ما هي الخطوة القادمة لهذا البرنامج بعد ما عرضنا هذه النتائج؟ أنا أقول أمامنا طريقين علينا أن نختار واحد من عندهم. الطريق الأول اللي هو شوية أوسع وأصعب، إن إحنا هذا الـ Outcomes Based Education اللي تشوفوه هو نظام لضمان الجودة، وهذا النظام لضمان الجودة هو على مستوى كل درس، لأن كل درس تشوفون بهاي الحقول الأربعة أو الجداول الأربعة، كل أستاذ راح يجاوب على هاي الأسئلة الأربعة في أي سيستم مال ضمان الجودة. لأن دائما أكررها، ماذا تفعل؟ كيف تفعل ذلك؟ كيف تتحقق من نجاح ما فعلته؟ وما وكيف تقترح للتحويل للتحسين المستمر والتطوير المستمر؟ ترى أي سيستم مال اعتمادية أو جودة هو لازم يجاوب على هاي الأربع أسئلة، وهذه موجودة بالحقيبة التعليمية. هذه إذا إحنا نطور كل الدروس وكل هذه ممكن، لكن هذه بها مؤونة ومتعبة. ممكن نروح للطريق الثاني. الطريق الثاني اللي هو أسهل وأيسر علينا، إنه إحنا لا، إحنا نريد نسوي ضمان جودة بس مو لكل ما يلقى في كل محاضرة، إنما لكل ما يمس عمل المهندس بعد التخرج. لسه واحد راح يقول يعني عندنا أشياء زايدة، الجواب لا، مو عندنا أشياء زايدة، لكن عندنا أشياء كثيرة، يعني مثل نقول تهيئة أو كذا أو مواضيع أخرى، ولكن إحنا نعرف إنه ملء هاي الاستمارات وجمع هاي المعلومات. إحنا العام جربنا وشفنا القضية مو سهلة. ما أعتقدك واحد يقول القضية الآن سهلة، كانت دكتور محمد شاكر خو ما تقول سهلة، نعم أبدا، لأن هي بيها عمل إضافي، بيها جهد إضافي، حتى لو حبيناها حتى لو كذا هي بيها عمل إضافي. لهذا الآن مثلا شو رح نقول؟ نقول مثلا احنا نريد مهارة مال تصميم، الخريج يكون عنده مهارة مال تصميم، احنا نريد نقيسها لهاي المهارة. زين، هذه المهارة حتى نقيسها مو إلا ناخذ كل دروس التصميم، ايش ناخذ مثلا فالدرسين من دروس التصميم ونروح عليهم نقول لهم يا أساتذة التصميم بلا زحمة عليكم، احنا نريد نقيس مهارة التصميم، انتوا قاعد تصممون مثلا 20 ايتم في الكورس، كل واحد بالكورس مالته، بلا زحمة فايتمين ثلاثة من ايتماتكم سووا لها هاي السايكل مال اسسمنت اند ايفالويشن، حتى شنو نتاكد ان خريجنا هو سيملك مهارة التصميم. واضح؟ هذا اعتبرته هذا الطريق هو الايسر والاخف، وبالحق هو هذا اللي الان ايركس دعمته ك يعني جراند ثاني، ويعني كنا نتمنى انه هذا الجرانت يعني يشمل اقسام هندسيه كل اقسام الكليه، ولكن ايركس هذا تعرفون مبلغ هذا حتى السنة هم صار 45,000 دولار بدل 50,000 دولار، فحبوا يشركون جامعة نينوى، جامعة المستنصرية، جامعة تكنولوجية، أقسام من عدة كثيرة، فلهذا صار اختصار أنه التجربة تطبق على قسم واحد وهو القسم المدني. لكن أنا أقول هي التجربة public. شو راح تكون تجربة؟ راح تكون عبارة عن ويبينارز للتدريب، الويبينار public أي واحد ممكن يسجل عليه. بعد الويبينار شو يصير؟ يصير local workshops،
لوكال احنا نسويها بيناتنا، نسويها في كل الاقسام، ما حد يمنعنا لان احنا نقدر حق هذه الامور ما يرد لها لا فلوس ولا تمويل. التمويل هو اما راح يروح للخبراء من ايبت اللي تعاقدوا وياهم ايركس، وتعاقدوا ويا شخص الحق اسمه جاك رادرفورد اللي هو عمل تقريبا اكثر من 20 سنه في ايبت في الانجينيرنج اكريتيشن كوميشن، وكان هو من المنظرين لهذا. الان بعد ما تقاعد فتح مؤسسه اسمها ايبت فاونديشن، وهو الان هاي المؤسسه يدرب الاقسام ويدرب الناس وكذا. فهذا بالشكل هذا راح يكون اتصاله مع القسم المدني، اتصال الرسمي عن طريق ايركس. ولكن انا اتمنى ان نفس البرنامج نقوم بتطبيقه في كل الاقسام بهذه الصوره الميسره اللي ذكرتها لكم. انا اخيرا اشكر كثيرا حضوركم وفي هذا وقت الكثير الالتزامات عندكم، لكن هذه المحاضره كانت مهمه للتسلسل حقيقة والاستمرار في هذا البرنامج والاستفادة من عنده للسنوات القادمة. تفضل دكتور علي. شكرا دكتور على المحاضرة القيمة. بس عندي ملاحظة أولى فيما يخص التقييم والتقييم. نعم. أنت عندك خبرة باللغة العربية، اللغة العربية ما فيها فعل قيمة. تمام. فعل قيمة ما موجود، أنا هذا خطأ شائع استعمال كلمة تقييم. صح. والصحيح هو التقويم. تمام. وهو نفس المعنى. يعني ما فرق بين تقييم وتقويم. يعني هو تؤدي غرض واحد وهو التقويم. مخاف تعليق سريع. بصراحة أنا عرفت بموجب تعريف أيبت، يعني هذا عرفته مو باللغة العربية، لا إنما أيبت شنو بالضبط؟ أسسمنت ماذا يعني؟ إنه gathering data. نعم. بس هو يعني بس باللغة العربية أحسن، هو جزء نفس المعنى. نعم نعم. ملاحظة ثانية. نعم. أنا لاحظت النقص اللي ما متحقق أدنى من المقيمين كل ما متحقق. كلها حلها أخلاقيات المهنة الهندسية. نعم. الوعي بقضايا المعاصرة. نعم. والوعي بقضايا وتأثير. أكو مظلة واحدة. نعم. والاستمرار. نعم. يعني التعلم ومراعاة مصالح المجتمع. تمام. كلها هذه عالجتها أخلاقيات المهنة الهندسية. وإحنا كليتنا سوينا يعني مدونة مصالح مشروع مدونة عراقية. الحمد لله. حلو. هي مدونة أخلاقيات المهنة الهندسية، يعني معناها مدونات العالم كله ما يزيد عن 20 دولة من شمال العالم إلى جنوب وشرق العالم. نعم. كلها سوينا لها يعني مسح واستنتجنا من عندها مدونة أخلاق مهنة هندسية ممارسة المهنة الهندسية. نعم. يعني شنو حقوق المجتمع، شنو حقوق الزملاء، شنو حقوق الشخص عن نفسه، البيئة، التنمية المستدامة، كل هذه الأمور اللي احنا تلاحظها منطبق فيها. يعني بقى وين ندخلها بيا دروس او تكون درس مستقل او كذا. نعم. احنا الاخلاقيات موجوده جاهزه مطبوعه كامله. نعم. هي يعني صح في طور الافراد والقبول بالمشروع، بس احنا مجهزين، هي جاهزه سادوية نقدر نطبعها ونتناقش على يعني. احسن هذا الدكتور، يعني ممكن يكون من توصيات الندوه الان هذه مثلا، انه الان كل قسم هذه الاوت كمز المفقوده خلينا نقول بشكل عام، ومنها مثلا الاخلاقيات وما يندرج تحت الاخلاقيات، كل يراجعون المناهج بالضبط وين يكون. نعم. اي فانا يعني نسوي نبدا صغيره يا ريت، يعني حتى شنو تفعيل هذا الموضوع. تفعل صح. شلون نستفاد من هذا الموضوع اللي عندنا حتى نعالج المقصود. تمام. شكرا. شكرا دكتور. نعم دكتور صباح تفضلوا. شكر لله. شاف تيمو عن رأيي إذا كان الاقتراح يصير ديزاين، يصير ريال بروجكت، يشتغلون به مجموعة طلاب يكون الصورة الحقيقية بالنسبة للإيفالويشن بالديزاين. نعم. يصير ريال بروجكت ويعرض هذا ريال بروجكت على مجموعة طلاب ويجيبهم يصممون ويشوف الإيفالويشن ويشوف شو حتى يقارنون ويا الواقع. نعم. على الثاني. نعم. يا ريت حتى يحقق تيمو يصير بروجكت مشاريع تخصص لطلاب مشتركين. نعم. بين الاقسام. لطيف. يعني كمثال على قسم المواد او قسم الاتصالات ما يصير فقط الفاينل هي بروجكت، الاتصالات يصممون بروجكت واحد. صح. ولا فريق قسم المواد اسوي تيم ورك، يعجبهم بروجكت. تمام. في مهندس المواد، في مهندس الاتصالات، من الكهرباء، كلهم يشتركون في بروجكت. فتختلف النظره لمشاريع التخرج ما تكون هي مستقله او منفصله اندفجوال. تمام. يصير كلها تيم ورك. هاي واحدة من الأمور يمكن عالج بها كمثال. تمام. هاي الحالة اللي هي ويك بوينت خاصة نعم. يعني المشاريع اللي تنزل كمشاريع تخرج الطلاب بتكون بها فرق مشتركة من كل الأقسام، حتى كل واحد منهم يقدر يغطي
جزء معين صح. في المراجع ممكن أن نوصل النتيجة. نقطة مهمة دكتور صباح، وأنا حق أضيف عليها. إحنا خلينا نجي أول شيء نفكر باستمرار محاضرتنا تحت عنوان رئيسي اسمه Outcomes Based Education. خلينا نقول إحنا الآن لو نجي نقعد كلنا نكتب Outcomes مع مشروع التخرج، أنا أقول يمكن 80% الآن من مشاريع التخرج بأقسام الكلية كلها بلا استثناء تعلم الطالب شلون يسوي بحث علمي جزئية بالمية، يعني مو 80%. فلهذا احنا اذا هذا الدرس يعني اما يتغير اسمه او يبقى اسمه مثلا مشروع التخرج ونجيب درس ثاني، لان هذا الدرس الان لا يغني. ليش لا يغني؟ خلي هم طبعا صراحة الجامعات الاجنبية سووا احصائية، كم واحد راح يشتغل بمراكز الابحاث من يتخرج، وكم واحد راح يشتغل سايت انجينير، وكم واحد راح يكمل دراسة العليا. شافوا الاغلبية ايش يصيرون؟ مهندسين موقع. لهذا اصلا بالعكس مهارة البحث العلمي سووها ضمنية، اصلا مو درس، ضمنية ضمن الدروس. بينما ما صير يعني عفوا ما صير الميثودولوجي، ما صير الميثودولوجي مراجع، يصير هو مشروع او اسمه كورس او مثلا إيه القصد حتى لا نصغر من هذا الهدف. ودليل على كلامك دكتور، احنا حاولنا بالقسم المدني، ذكر دكتور حيدر نفق مسلم نعقيل مثلا كمشروع اللي هو قائم وحقيقي، سوينا عليه جروبات وفرق، وكل فريق كان يمثل شركة ويصمم النفق بتصميم مروري مختلف عن الواقع. بس الواقع مو أمثل لأنه أكو محددات كانت للنفق. فعلا تجربة بصراحة يعني قدتها بالقسم مالتنا، وعشرين طالب على خمس جروبات، كل جروب أو أربع جروبات، كل جروب بخمسة كأنه شركة، ويتنافسون بيناتهم. كانت تجربة ناجحة جدا. وشلون أقول ناجحة؟ من الطلاب بعد التخرج حقيقة أكثر من واحد سألته عندما عمل في مشاريع مختلفة، قال الامبلوير يعني رب العمل مالته أو مديره كله متعجبوا إحنا متخرجين هالسنة. ليش؟ لأنه هذا الدرس من يصير بهالشكل، أنا حقيقة نقلت تجربة تقريبا بشكل يعني شبه كامل. حتى على اللبس علمناهم شلون يلبسون الطلاب، شلون يلبس فورمال، من يجون كشركة ويقدمون شلون يلبسون نفس الشيء، إذا كو شعار أو كارت request for proposal، إذا هو مثلا يقدم عرض للحصول على عمل، شلون يروج نفسه، شلون يروج شركته. هذه كلها يعني مهارات يحتاجها الخريج بصراحة، ولكن مع الأسف مشروع التخرج الحالي بالهيكل الحالي مالته، كما شفت بالميكانيك مشروع طيارة ومشتركين به أكثر من قسم، مصانعين طيارة ومجربية وكذا إلى آخره. فأنا يعني أكد هواية على هذا الموضوع. عفوا دكتور سعد تفضل. الله يخليك. ايضا من المراحل يعني اللي شلون البروسس، نعم، فمن ضمن البروسس الطالب هو الماده الاساسيه في تمام. فبي انبوت وبعدين نشتغل على الطالب وبعدين يطلع كاوت. نعم. اكو نقطه ما ادري شلون هاي نقدر نعبر عنها، انه لازم نعتقد نوع من البري اسسمنت قبل ما نبدا البروسس. انه قبل ما يبدا سؤالس نعطيك ماده، لازم عندنا فكره عن الماده الخام مالتنا هاي. هاي هذا طالب من شنو؟ يعني بمعنى اخر بعض الطلاب الذكاء مالتهم صوري جرافيكال، فيحب الصور والكلام هذا. تمام. بعضهم انفورماتيف، بعضهم الى اخره، انواع الذكاء المعروفه. نعم. وما انه احنا كليه هندسه يعني هاي الناحيه احنا ضامنين يعني اللي يجينا هو اصلا يعني هم المعايير العامه للبروجرام هو المهندس يعتبر اي ستودنت من المصطلح العام. فنحتاج قبل ما نسوي استراتيجيه مال التعلم، انه هاي الاستراتيجيه مال التعلم تارجتنج هو احنا لما نسوي هاي الاستراتيجيه، بما انه انا عندي اسسمنت للطلاب مالتي، الاسسمنت شو يقول؟ يقول 60% من الطلاب ذاكرتهم او 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 ذكائهم صوري. فاذا الاستراتيجي مالتي تستجيب للاسسمنت، ولذلك الاستراتيجي مالتي 60% راح تكون منها صوريه، 40% او 20% ذاكرتهم اناليتيكال، فلازم 20% من هذا كورسبوند للري اسسمنت. فشلون ممكن نفعل الجنرال؟ نعم، أنا حق أيدك وحام شوي أضيف على هذه المعلومات المهمة. إحنا بهذا النظام اللي بدنا نسويه Outcomes Based Education، خلينا حيز لكل مسألة ضرورية لإنجاح السيستم ككل. من ضمن الأشياء اللي خليناها هو في شيء اسمه استراتيجيات التعليم والتعلم.
هذه حق اللي ذكرته الأستاذ أسعد هو جدا مهم، لأنه بفلسفة هذا التعليم أنه ماكو واحد يعني أكو حق تدرون تذكرونها مدرسينا بالتعليم يسموها تعزيز الفوارق. هنا أنا أقول لك تعزيز الفوارق ليس صحيح بهذا النظام، بالعكس هنا أنا تقليل الفوارق. يعني شلون؟ يعني أنت تعزيز الفوارق يعني شنو؟ لازم مثلا تجيب سؤال ما يجاوبون عليه غير اثنين، وفت سؤال جاوبون عليه فت 50 واحد، وفت سؤال مثلا كذا بهالشكل صعب وسهل. هذا بهذا النظام من التعليم ما مقبول. ليش ما مقبول؟ يعني أنا أضرب مثل دائما بهذا، أقول الأوتكمز هي قدرة يحملها المهندس بعد التخرج. خلينا نتخيل القدرة بهذا الكف، هذا كف الإيد، كم مصبعك بكف الإيد؟ 5. أستاذ جابر مدى يشوفون إيدي زين. حتى أستاذ مؤتمر آيلتس هم نفس المثال يعني ضربته الحق اللي صار بفندق الرشيد. الآن من أنا جبت سؤال ما حد يجاوب عليه وأنا متقصد أنه هذا ما حد يعرفه، يعني طلع المهندس وهذا هو الأوتكم ما محصله، إذن شنو؟ نقص بالقدرة. فبالضبط هذا الفرق. لهذا يقولون من تدخل الصف، راح أرجع على الملاحظة اللي تقريتها حضرتك، أنه كل الطلاب قادرين على الحصول على الأوتكم، خليها في بالك، بس كل واحد بطريقة تختلف عن الآخر. يعني ليس بهذا الشكل كل واحد مختلف عن الآخر، ولا ما ممكن طبعا الدرس، لكن مثل ما تفضلت بعضهم عنده خيال، بعضهم كذا، بعضهم شخصية قوية لكنه مثلا بالرياضيات بالكذا بالمعادلات. فأنت عليك أن تخليه حصل الأوتكم باستراتيجيات مختلفة حتى تضمن أنه الكل راح يتخرج عند هاي الأصابع الخمسة وعند القدرة اللي يحملها المهندس. شلون نسوي لهذا؟ هسه احنا انا اتخيل الان يعني حتى بالمؤتمر قلتها نيكست ستيب انه نبدي نسوي دورات تدريبيه للاساتذه حول استراتيجيات التعليم والتعلم. بس المشكله وين بالنظام التقليدي؟ انت تسوي دورات والاستاذ يتعلم، بس ما قاعد الاستاذ يقيس مدى نجاح هاي الاستراتيجيه الجديده اللي سواها. يجي الاستاذ يقول يعني خليني احكي بصراحه وما ارجو هذا الكلام ما يزعل احد، مثلا الان قاعد اقرا مثلا بالتقييم الاستاذ مثلا يستخدم الانترنت. هذا مو هدف استعمال الانترنت، هذا هو استراتيجيه. وهذا مثلا الانترنت يعني مع الطالب قد يكون مفيد في اوتكم معين، ولكن اكو اوتكم الا صبوره، صبوره وقلم. لهذا الحقيقه النجاح ما نقدر نقيمه الا على الاوتكم النهائي، ونترك الخيار استراتيجيات الأستاذ بعد ما ندربه ونأهله إلى أن يستخدم هاي باختلاف أنواعها حتى الطالب يحصل الأوتكم. خلي حسبيها أمور. أي. خلي حسب الفرق. بعد طبعًا مثل ما تعرفون أساليب التعلم كل ما تكون محسوسة كل ما تكون أفضل. نعم دكتور صباح. نعم. إذا نبغيش الأوتكم. أي. ليش ما نخلي المينيمم ليفلز بالأوتكم نفسه؟ يعني مو نسبة النجاح اللي 50% نعم. درجة أو غيرها. أي. يعني كل أوتكم على هي مقياس صعوبته أو الفهم مالته. نعم. اللي يجب أنا من خلال أحكم على الطالب هو ملك هذا الأوتكم. صح. نخليها في المينيمم ليفل. هذا المينيمم ليفل مختلف حسب الأوتكم. بالضبط. هو يرج للمينيمم ليفل. وصل له ولا؟ نعم. إذا وصل على حققت الأوتكم ولو بشكل يعني صحيح دكتور صباح. وهذا هذا صحيح. حسب هذا الليفل التسلسل صحيح. هذا هو معيار لمدى الايفالويشن اللي هو التطور اللي يصير فيه. صح. انا طبعا ذكرت هذا قبل شويه دكتور صباح، انتبهت انه احنا الاكسبكتد ليفل هو متفاوت. احنا انا ذكرت مثلا مثال مال جامعه كنتاكي، لكنه احنا ما اقدر اجي اقول والله خلاص هم اختاروا 70% من الطلاب كون ياخذون اكثر من سي على اكثر من 60 عندنا من 100. اقدر اجي اطبقه مثلا على موضوع اللي انا انطيته خلال محاضره واحده سريعه كانت الزياره وعطل وكذا. لا طبعا بالتاكيد لازم اكو تفاوت، بس انا لازم اخلي في بالي انه كل ليفل اوف يعني اتينمنت كل ما قل هاي القدرات اللي انا حكيت عليها يعني شنو. فكون اخلي في بالي هاي قد علاقه هذا بالحياه العمليه، فما اخاطر اجي بهذا مثلا اسوي هاي الاشياء. يعني انا اسوي استراتيجيات مختلفه. ليش انا قلت هسه بايبت؟ راح نجي مثلا احنا من نختار اكزامبلز مثلا من الديزاين ومن الكذا ويوز اوف بيسك ساينسز الى اخره، راح نجي بالتاكيد راح نختار اللي اكثر ريليفنت اكثر الى علاقه بمن بالحياه العمليه بالمهنه. ما نختار مثلا يعني لا على التعيين او نختار في اوقات يعني مثلا المرحله الاولى الان
المرحلة الأولى وهذه دروسهم وهي وضعياتهم. أخواني ما أجي أخلي أربط يعني مهارة المهندس والاعتمادية مالتي المستقبلية إلى آخره أربطها مثلا بشيء اللي هو مهدد أو صعب تحقيقه بسبب القبول وتفاوت القبول وشيء. لهذا هم شفت حتى في جامعة كنتاكي يعني هم سووا في السياسة يعتبروها more sustainable، لأن دي شوف نفسه مرات دي يربط نفسه بدروس selective، يربط نفسه مثلا بعض جزء الأساتذة مثلا ما يسوون الشيء كما هو مطلوب من ناحية البيانات وجمع البيانات وتحليلها. فلاحظت شلون؟ نعم أنا أيدك تماما دكتور صباح، الاختيار لازم يكون دقيق بهالمسألة.